رئيس خنق تقريب هذه المبادرة. الظاهر أنه حركة النهضة أطلقت رصاصة الرحمة على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل باقتراح هذه المبادرة اللي أعلن الاتحاد والأمين العام خلال المؤتمر نتاعه في سوسة بأنه غير راضي عليها وأنه لن يرضى على أي مبادرة لا تكون في إطار المبادرة اللي قدمها. وأيضا قال أنه إحنا مستعدين لتهدئة ولهدنة اجتماعية إذا كان النهضة ما حكمتش. شنو موقف شنو رأيك في موقف الاتحاد؟ لا هنا موقف اتحاد الشغل تو شوف بالنسبة للأزمة الحالية، أنا أعتقد أن اتحاد الشغل معناها قام بدوره كمنظمة وطنية، قدم مقترح للحوار الوطني، والمقترح بتاع الحوار الوطني قدم الاتحاد تقريبا عمره المبادرة عمرها تو 7 شهور ولا 8 شهور، وكل مرة ربما الرئيس كان معناها يشرب معناها يقترح معناها يضع شروط معينة لقبول المبادرة، ولكن التصريح الأخير معناها للرئيس الدولة مش لرئيس الدولة، التصريح الأخير لسيد مدير طابوبي معناها في قناة الحوار وقتها معناها يتحدث فيه أن رئيس الدولة تراجع معناها بعد ما اتفق معاه على ربما معناها على حل لحالة الأزمة السياسية والدخول في حوار، وشفنا تصريح رئيس الدولة فيما بعد معناها وكأنه معناها تقريبا معناها فما تراجع، وتقريب حتى الاتحاد معناها لم يعد متحمسا. شفنا حتى انتقادات ما توجهت لرئاسة الجمهورية في هذا الخصوص حول معناها دور الاتحاد العام التونسي للشغل. أنا أعتقد الحوار الوطني هذه المسألة تمت طيها معناها في ذهبت يعني مع أصبحت من الماضي، ولا أعتقد أن هو شوف معناها في النهاية كتقر الساحة السياسية في تونس مش نبدو واضحين، وهذه تقرأها شوف لو ترى تقرأ الصحافة الأجنبية ربما عندهم نظرة لتونس أكثر حتى بالصحافة متاعنا، يقول لك فما زوز قوى كبيرة منظمة في تونس اللي هما فما حزب معناها حركة النهضة يعتبروه أكثر الأحزاب تنظيما وهذه حقيقة، ويعتبروا في الجهة الأخرى كذلك أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو من أكثر المنظمات تنظيما وتأثيرا منها تأثيرا وتنظيما كهيكل منها قادرة على التأثير وقادرة كذلك على التعب أيضا منها. بالنسبة معناها الزوز قوى هذه هي قوى فعلة معناها ينجموا بالنسبة لي هم ما ينجمش يكون فما صدام، إذا كان صار صدام فيهم بيناتهم معناها الأزمة السياسية ستتواصل لأن الاتحاد هو جزء من المعادلة في تونس. الحاجة الثانية زادك في كيف هي توا معناها أنت تعرف اللي الأزمة السياسية في تونس وصلت إلى مدى جعل الخارج يتدخل، وهذا نراو فيه توا احنا معناها وشفنا معناها الأزمة بتاعنا بالحق معناها وصلنا إلى مرحلة راو ساعات تقول أنت معناها هل الطبقة السياسية في تونس بالحق معناها عايشة مع التوانسة وتشوف شنو هي مشاغلهم؟ أنت لما ترى تشوف المواطن التونسي توا لما تسأل أي اهبط للسوق ولا شوف الشارع شو يسالي يحكي لك على الوضع الوبائي على التلقيح، يقول لك وين التلقيح ما زلت ما لقحتش، ويستناو في دوره لان الناس ولت معركه وجوديه راهو ما عادش نحكيو على معارك الحياه تو راهو عصمه صيف الدوله تو عنده ما تعرف يقسم بين معارك الحياه ومعارك الوجود. معارك الحياه تو ما زالت مش نتعاركوا فيها مش مشكله من الاختلافات السياسيه وغيرها او التوجهات، لكن هذه معركه وجوديه معناها تكون او لا تكون. هذه معركة معناها حصدت رئيس بيك توت الأزمة بتاع كورونا راهي معناها وباء عالمي، وبالنسبة للتونسي تو معناها يعيش وضع قلق جدا. شكون قال احنا في الصيف باش نعيشوا في حظر جولان في الليل؟ راهو ماهيش حاجة هينة راهو راهي وقت اللي العالم الكل استعاد الحياة الطبيعية بتاعه. أنت لما جيت تحكي مثلا عن الحكومة والدولة بتاعنا وين فشلت؟ هاو فشلت في أن جعلتنا احنا آخر الدول في مسألة التلقيح وما فكرتش في التوانسة في مسألة الصحة بتاعهم ولا في الغذاء بتاعهم. زادك في كيف وقت اللي التونسي يشوف مثلا الفينال بتاع كاس اوروبا بين ايطاليا وانجلترا 70,000 متفرج في ملعب ويمبلي من غير كمامات ويشوف روحه هو محصور في بين 4 حيوط في الليل، وهذا اللي اثار انتقادات لوماس معناها منظمة الصحة العالمية. شو نكونوا واضحين زاد شوف ولا دورة ويمبليدون بتاع التنس زادك في كيف معناها توا علاش خاطر الشعوب هذيك الدول هذيك معناها فكرت في شعوبها ولقحتهم. نعم اكيد التلقيح هذيك اللي صار من جانفي اللي فات لانهم استعدوا باش على الاقل باش الشعب نتاعهم يستعيد الحياه الطبيعيه نتاعه في الصيف.
احنا الدولة اللي هي المفروض ما هي عقل المجتمع الدولة فكرتش في هذية ما فكرتش. التلقيح جات اخر وقت بدينا نلقحه في اخر الناس تقريبا في اخر في افريل وقت اللي وهليش احنا تقول قيل هذيك ما بتحكي على مراكز النفوذ احنا وشكون يحكم تختاك من وزير الصحة هو وزير الصحة في الاخر بعد تورطه احنا اللجنة المشرفة على جلب التلقيح ممكن يستناو في معامل بناها اجنبية ما صارت تأخرت في انجاز هذا التلقيح بعدك الضغوطات اللي صارت جات من برا وليت الناس كلها يا اخي الصين ما عرضتش على تونس بس تتعاونها في التلقيح من الصيف اللي فاتت الصين عرضت على تونس ولكن لحسابات سياسية ما حبوش يا اخي روسيا ما عرضتش ولو فما ناس ما يسخروا بالتلقيح بتاع روسيا بتاع كذا يشوف الفاعليه بتاعه التلقيح هذا ولا نجدي وراهم بعد اللي معناها لهنا شوف هذه توادي سياسه هذه ما هي السياسه هذه السياسه كيفاش تكون خاطر انت مساله التلقيح لازم سياسه خاطر دي فيها سوق وفيها مراكز نفوذ وفيها فلوس وفيها لوبيات معناها لازمك تعرف كيفاش تدخلها احنا هكاك قاعدين نتفرجوا احنا توا اذا التونسي هذه المشاغل بتاعه ولما ترى انت بربي سامحني توا بربي توا هاك تشوف احنا توا انا جايين في الطريق بكري تشوف الرحاب بتاع الغنم ومعبي الدنيا واحد يقول وين الدولة نعم وتقول لي وضع وباي خطير ما نقولكش انا امنعها انا عندي وجهة نظر في المسألة هذه ما نقولكش امنعها لكن نظمها نعم احنا في وضع وباي قاسي جدا هو